السجاد الأحمر يعني الله يسامحكم. هلا المفاجأة على طاولة السفرة. إيه شو محضرين لك؟ أحلى وأطيب أكل بالعالم بإشراف الشيف فارس. فارس وين فارس؟ أنت حضرت الأكل؟ لا إذا هيك أنا بدي أغير ثيابي يعني كرمال هالمناسبة المميزة يا ماما. ما رح طول إيه؟ يلا عم نستناك. يلا تفضل 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 يا تفضل. شو هالجمال؟ قمر. ايه ما رح اتواضع اقول لك انه لا. انا كل عمري بحب اهتم بحالي. كانوا ناس يوقفوا على الصفين يشوفوا الست ليلى شو لابسة. أهلا وسهلا فيكي ببيتك. ماما أنا بدي أعتذر منك مرة تانية لأني حكيتك من دون ما أخبرك كل التفاصيل. نحن حكينا بهالشي والظاهر إنك أخذت قرارك النهائي عشان هيك كنت عم تتهرب مني بالمستشفى. أنا أخذت قراري بس فكرت كثير منيح قبل ما أعمل هيك. أنا تارك الشركة بس رح أضل معك تحت زيت السقف بوعدك. شو ما بتوثقي فيي؟ أنا طول عمري بوثق فيك وفينا ديه؟